أنا اسمي مريم وليد، أشتاق هواية عليها، إن شاء الله باكر نرجع عليها. كل واحد عنده شيء خصوصي له، والكرفان زين يعني يسوون أي شيء نطلبه يسوونه، والشوارع يبلطوها، يعني ماكو حمامات مشتركة. يعني بهاي الفترة لأنه دا تجي أمطار، فالشوارع اللي دا يبلطوها دا تتفك. يعني كنا إحنا بقرقوش قاعدين، فجاء واحد رجال دا يصيح، يعني إحنا كنا دا نسمع الأصوات مال الهوانات مال الطلقات، فرحنا يعني بنت وحدة ماتت. طلعنا بالساعة 11 بالليل، طبعا الله حفظنا، يعني إذا كنا بقينا كانوا راح يسوون أشياء مو حلوة بينا. فنشكر الله لأنه سترنا. يلا باي. يلا باي. بس باي. باي. يلا حبيبي. يعني مرات تحصل شوية مناقرة بين الصغار، لأنه عندنا صف الأول اثنين، مرات يتناقرون تحصل مشكلة بين الكبار، ومرات يعني يهدون السائق يفرقهم. أصلي وأقول لله نشكرك لأنه سترتنا وحفظتنا، ونطلب منك أنه ترجعنا على بيوتنا، ترجعنا على أرضنا اللي نحبها. أني أصلي يعني لما أصلي بالليل أو بالنهار أقول لله يا رب أني أصلي للناس اللي ما طلبوا مني أصلي لهم، للمرضى، للي دي يبحثون عن الحق، للأشرار على مود، وخاصة الداعش على مود يعني يصير أكو محبة بقلوبهم. بس هاي المدرسة يعني أحسن، وحتى لو شدية أكثر بس أتعلم أحسن الشدية. يعني حتى بالعطلة اشتاق ال15 يوم ردت بس أجي. أكو مادة ما تعجبني وأكو مادة تعجبني هواي. المادة اللي تعجبني علوم، أحلى مادة عندي. نحن القطارات ما أعرف، يمكن مرتلة، يمكن ملحنة، يمكن ماسير، يمكن دكتورة. بس دكتورة وماسير، يعني دكتورة بماسير، يعني ماسير ودكتورة. مريم وليد بهنام من الصف الخامس في مدرسة البشارة الابتدائية المختلطة لرايبات الدومينيكيات في عنكاوة، وأنا أطلب منكم أنه تصلوا لي.